هل عشان أقدم على منحة السكولر بروجرام لازم أكون عضو هيئة تدريس في جامعة أو مركز بحوث، ولا كوني معايا دكتوراه ده كافي؟ المتقدمين لمنحة أبحاث ما بعد الدكتوراه أو منحة الـ Egyptian Visiting Scholar Program لازم يكونوا أعضاء هيئة تدريس بجامعة أو مركز أبحاث بدوام كامل، وده لأن البرنامج هدفه هو دعم البحث العلمي في مصر.